السؤال اللي دائما نتعرض عليه نقول ليش احنا نعطي هذه المكعبات ونعلقها بالاسطبل وتجي الخيل تلعقها؟ شنو هي وشنو فائدتها ومتى نعطيها؟ هذه المكعبات فكرة لطيفة بأن بها أنواع المعادن والأملاح. والخيل كررنا عدة مرات نصرح نقول الخيل تتعرق وهي واقفة، فكيف إذا عملت تتعرق أكثر؟ وتميز العرق بالخيل يخرج الكثير من الأملاح، فإذن معناها تفقد الكثير من الأملاح، بالإضافة إلى المواد الغذائية اللي نقدمها للخيل قد يكون بها نواقص بالأملاح والمعادن. أنتم تعرفون حتى العلف الأخضر والمواد الغذائية قيمتها الغذائية تختلف من أرض إلى أرض حسب توفر المعادن بها. فإحنا نتوقع هذه النواقص اللي تحصل بالخيل، وخصوصا إذا أحد مهتم يسوي تحليل ويشوف النواقص بأنواع المعادن راح ينطي مكمل، هو المكمل من المعادن والمكمل من الأملاح. هذه الخيل بطبيعتها تحبه فتلعقه فيروح للهضم وتستفيد من عنده. إذن هذه المكعبات مهمة لإكمال الغذاء ورفع القيمة الغذائية المقدمة للخيل بأنها تكون متكاملة من موادها الأولية اللي هي قلنا الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والأملاح والمعادن والمياه العذبة. هذا مكمل يفيد الخيل ولا بد منه، خصوصا إذا كانت المادة الغذائية اليومية المقدمة للخيل نشعر بها ضعف بهذه المعادن والأملاح. شكراً.